كليك اف ام الاذاعه الاولى في تونس. جوستومون اسماعيل، السؤال هذا نسالوه للمعني بالامر، هو الوحيد اللي نجم يجاوبنا على التساؤل هذا، اللي هو رئيس لجنه الحجر الصحي بوزاره الصحه سي محمد الرابحي. اهلا وسهلا بك على موزايك سي محمد. اهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بالساده المستمعين. مرحبا يا سيدي. قرارات تخفيفيه تم الاعلان عليها البارح سي محمد في القصبه في اطار مواجهه فيروس كورونا. قرارات نذكروا تدخل حيز النفاذ نهار الاثنين 8 مارس. من بين القرارات هذه كما كان يحكي اسماعيل، رفع الحجر الصحي الاجباري على الوفدين على بلادنا وتعويضه بالحجر الصحي الذاتي لمده 48 ساعه قبل القيام بتحليل بي سي ار ثاني. هذا بيان سور من غير ما ننساو انه ما تدخل لتونس الا بالبي سي ار النيجاتيف. سي محمد، الحقيقه رينا شكون اللي مع القرار هذايا وشكون اللي ضد القرار هذايا. انتقادات يقول لك في وقت اللي الدول الاخرى قاعده تشدد في المراقبه نتاعها وخاصه على الحدود، نحكيوا على السلالات الجديده اللي قاعده تظهر كل مره في اكثر عدد من الدول، يقول لك تونس ترفع الحجر الاجباري. كيفاش تم اخذ القرار هذا سي محمد من الاول؟ لا، هو شكرا على الاستضافة. هو في الواقع القرار هذا هو جاء نتيجة لظروف معينة. تعرف أنت، من أول فيفري بدينا في تطبيق القرار القاضي بالحجر الإجباري لكل وافد أو لكل عائد على تونس. صحيح الحجر الإجباري بالنسبة للناس اللي ما هم جايين مكل المناطق اللي فيها عدوى مجتمعية كما بريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل، هذوك لأنه اللي وقفنا ليفول معهم معنا، ذاك المبدأ هو المنع. ولكن الآخرين صحيح احنا في القرار القديم اللي نفذناه وطبقناه حوالي شهر كانت فيه نوعا ما فما فجوة، يعني فما فناتر حطيناها على ما يأتي، لأنه فيه في كل القرارات لابد فما حالات استثنائية يتم يعني دراستها حالة بحالة. وأعلنت عليها من 25 جانفي وقتها، وأعلن عليها، ولكن اتضح وأنه وقت اللي احنا نعلن على حالات من نوع هذا كل من هو عائد يولي يحط روحه في حالة استثنائية ويولي يطالب وتولي مشكلة، وفي الكم الهائل متاع المطالب. وإحنا عشنا فترة صعبة لأنه كان فيه ضغوطات كبيرة على العاملين في سواء كان في الخلية أو في اللجنة. وتصور أنت معناه بالألاف المطالب. كيفاش المطلب تقريبا جايكم سي محمد؟ نحكيو من 25 جانفي. اي، هو احنا توا الى حد الان وصلونا، معناها احنا فما فتره في الاول نقبلوا المطالب مباشره، يعني حوالي 1300 مطلب في ظرف اسبوع 10. ولكن من بعد وقت اللي احنا حبينا نقصوا من اكل الـ يعني الكونتاكت ديريكت، حبينا ان نرجعوها يعني بصفه اليه، عملنا هاك العنوان الايميل بالانترنت معناها بالانترنت، ولكن ما حلش المشكله. علاش؟ لانه اللي احنا كنا خايفين منه اللي هو اكل الضغط ولا التجمع الى غير ذلك ما خرجناش منه. علاش؟ لانه اللي من المفروض يعمل مطلب مره واحده ولا يعمل فما شكون وصل اكثر من 150 مطلب، يعني وهذايا خلى هاك الخليه تخدم تحت ضغط رهيب من 8 مرات حتى للتسعة العشرة متاع الليل. علاش؟ لأنه احنا من المفروض نعالجوا الملفات يعني حسب الديبو، يعني حسب التاريخ بتاع المطلب. ولكن تلمو فما ضغط والناس ولات تجي على عين المكان والطالب بالتراخيص، ولينا نعالجوا الملفات حسب تاريخ الوصول. وكان سباق مع الزمن، وهنا الحقيقة لابد أني نحيي الفريق اللي عامل معايا لأنه على صبر وعلى كل معناها الكفاءة اللي تحلوا بها.
اي بالطبيعه هذاك ما نشكوش فيه سي محمد مسامين فيه، لكن اليوم القرار هذايا برشا وقاعدين نشوفوا فيه الكلام هذايا يقول لك ينجم يمثل خطر على صحتنا، وبرشا يذكروا في السيناريو نتاع فتح الحدود وكيفاش انتشرت العدوى، واليوم احنا قاعدين نشوفوا في السلاله البريطانيه معناها موجوده، واليوم بركه حالات اخرى تم اكتشافها. يعني هذايا على خلينا نحكيه على المستوى الصحي مش الاداري، ينجم يمثل خطر على بلادنا ولا لا؟ هو شوف، هو طبيعي جدا احنا نتعامل مع سلالة جديدة. السلالة الجديدة سلالات ماسي محمد مش سلالة، سلالات اي سلالات احنا نتعامل معها على اساس هي تنجم تدخل وقت اللي يبدا فما ثغرة. احنا القرار هذا راهو ناخذوه زاد من الجانب الايجابي، لانه وقت اللي الانسان معناها جاي وامور النفسيه وضغط الى غير ذلك، حتى هكا التجاوب مدى التجاوب مع اكل الطموحات نتاعنا اللي هي احترام الاجراءات الوقائيه الى غير ذلك ما تصيرش، لانه الناس كل ولات يعني بصراحه ضغط نفسي وعايشه نوعا ما بداوا ينقموا. علاش؟ لأنه وقت اللي يلاحظوا أنه في داخل البلاد ما ناش نطبقوا في الإجراءات بصراحة بصفة كبيرة، وتفرض على الناس الوافدة أنه ضروري الحجر الإجباري لغير ذلك. صحيح احنا القرار راهو نوبل، والقرار معناها الهدف منه هو حماية التوانسة، ولكن انا كما حكيت لك خديته من الجانب الايجابي، هو انه وقت اللي احنا باش نرفعوا الحجر او مش نرفعوها هكاك، ولكن الرفع فيه يعني دي مزور داكومبانيمون اللي هي هكا الرونفورسمون تاع السيرفيونس على مستوى نقاط العبور، تجديد المراقبه تولي اكل التثبت يكون ما عادش كيما قبل يعني بسرعه، لانه قبل عندنا هك البارير الحجر الثاني اللي هو باش يمشي المركز الحجر ويقعد غادي ويراقبوه الى غير ذلك، هذاك ما عادش يولي المراقبه على مستوى نقاط العبور باش تكون مكثفه، وهذا ما يكفيش على نقاط العبور، هو ايضا وقت اللي يمشي لداره باش يلتزم بالحجر الذاتي، وبعد 48 ساعة لابد أنه يصير التحليل باش نثبت من مدى وجود أو تواجد الفيروس. وهنا هو راو كل الحلول هي ممكنة، والباهي راو باهي كيف نسكروا ونعملوا ينسرتاني تانشيتي، ولكن راهو هي معادلة الحقيقة معادلة صعبة وصعبة جدا. يلزم التوانسة الكل نفهموا اللي راهو ما هيش مشكلة فتح حدود وإلا إجبارية الحجر إلى غير ذلك، ولكن بقدر ما هي تتعلق بأكل كومبورتمان انديفيديوال. الإنسان كل واحد فينا يلزم يحط في باله اللي راهو قد يكون هو حامل الفيروس وقد يكون هو ناقل لك الفيروس، وبالتالي يلزم الحقيقة احنا وقت اللي بدينا وقت اللي في وقت من الأوقات كيف نتكلموا على المسؤولية متاع المواطن الوعي، وقت تحدثنا برشا على الوعي وما نشحتش ما ولينا نحس بحراش. احنا طوروا في بعض الحالات ما عندكش حل آخر إلا التفاعل معناها ما بين المجتمع التونسي ما بين أفراد المجتمع التونسي. لابد أنه المجتمع المدني يلعب دوره، الإدارة تلعب دورها، والمواطن يجب يكون بالحق معناها فاعل. أنا اللي لاحظته في الفترة الوجيزة متاع الحجر الإجباري هو أنه الحقيقة الأغلبية متحلية بروح المسؤولية، ولكن فيه البعض للأسف وقت اللي واحد يوصل يدلس شات الوفاة ولا يدلس التحليل ولا يدلس أكل الحجز في مركز الحجر، يعني صار هذا سي محمد؟ نعم صار هذا، وهو كذلك صار للأسف. وفما حتى اللي يعرف روحه إيجابي، ولكن كمام يحاول بأي طريقة باش يطلع في طيارة ويجي، وهذا وجدناه احنا ذات هذوما للأسف. إذا كان واحد وصل يعمل حاجات كيما هكا ما نستناوش منه حاجة كبيرة، وهذا
ما الحل الوحيد معاه هو تطبيق القانون. ولكن محمد. الأغلبية أي. الأغلبية هو الناس الحقيقة متفهمة، وتوا نشوف أنا حتى في النسبة متاع ابتداء الكلمة في أغلب الأماكن الحقيقة الناس متجاوبة، ولأنه السلالات الجديدة ما يرحموش، عندهم سرعة كبيرة على الانتشار. والخطورة وهك علاش احنا تو الحمد لله الحالة الوبائية تحسن، الحالة الوبائية نوعا ما مستقرة، لأنه كنا في وقت من الأوقات كنا خايفين لأكل الطاقة القصوى يتم معناها الطلب بفوتها، أي خوفنا حتى من انهيار المنظومة الصحية. سي محمد مازالوا 20 ثانية، سؤال أخير، هل وارد أنه يتم مراجعة القرار هذايا أو ربما العودة إلى الحجر الصحي الإجباري، هل هذا وارد أم لا؟ طبيعي جدا كل شيء وارد، وهذا مربوط بمدى تطور الحالة الوبائية، كل شيء وارد. احنا حتى القرارات راهي متحركة، مش معناها خذينا قرار ما عادش تراجع فيه، بالعكس القرار هو نتيجة لتطور الحالة الوبائية. التقييم يصير بعد قديش يا محمد؟ لا هو التقييم مش باش هو التقييم يصير حسب الحالة الوبائية، حسب تطور الحالة الوبائية. واضح، شكرا لك سي محمد الربحي رئيس لجنة الحجر الصحي بوزارة الصحة على قبول الدعوة وعلى كل هذه التوضيحات.